تاعنا اليوم جينا جبنا الانتاج تاعنا تاع ولايه ميلا، جبنا هنا نعرفوا المنتوج تاعنا هذا. عندنا في ولايه ميلا هي رائده في شعبه الثوم، وعندنا العام اللي فات هذا 2018 2019 عندنا حوالي 2000 هكتار هذه اللي مزروعه في ولايه ميلا. عندنا الثوم هذا الاحمر راهو حاجه مليحه، وعندنا ثلاث ولايات هي ام بواقي وباتنا، هذو الانتاج تاعهم يتخبى في لي شامبر فروات كما نقولوا احنا غير في التبريد. هذو عندنا حوالي هذا العام 6500 طن، 65000 قنطار اللي راهي مخزنه في غرف التبريد في شامبر فروات. هذه المهم رانا ان شاء الله عندنا الاكتفاء الذاتي. عندنا المشكل تاع التسويق، التسويق حنا رانا الثوم هذا بعناه ب 5000 و 4000 فرنك يعني ب 40 دينار في وقتها. اليوم كيعود فلاح يروح يتعب ويخسر القطار تاع الهكتار الواحد يسقام بحوالي 85 مليون الهكتار، ومن بعد الفلاح يبيعه ب 30 دينار و 40 دينار راه ما ينجحش. ف حنا عندنا المشكل تاع التسويق، نطلبوا من الوزاره والجهه المعنيه شويه دير هذا التدخل هذا وتعاوننا خاصة احنا ولاية كاينة ولاية ميلا ولاية بواقي، هذو ما عندهمش لي شامبر فروا، ما عندهمش غرف تبريد. باتنا هذو الولايات المعنية وعندهم مساحة عندهم سبيرفيسي تاعهم حوالي تقريبا كي نقولوا 3500 ولا هذو 3500 هكتار من ثم. هذو لازم تكون شوية عند على الأقل نطلبوا من الجهة الوصية الوزارة تعاوننا بلي شامبر فروا. بالنسبة للمشاركة تاع الغرفة الفلاحية في المعرض معرض هذا الوطني، هي مشاركة بأربع أربع منتوجات. المنتوج الأول هو المنتوج الثوم، المنتوج الثاني هو منتوج الجزر، علما أن هذه المنتوجات متواجدة بالمنطقة الجنوبية للولاية ولاية ميلا المعروفة بمحيطها للسقي الذي يتربع على أكثر من 3000 هكتار. هذه بالنسبة للخضروات. بالنسبة للمنتوجات الثانية وهي البقوليات، البقول الجافة، وشاركنا بمنتوجين وهو العدس، منتوج العدس والحمص، علما أن الولاية ولاية ميلا هي ولاية زراعية بامتياز، لها يعني من المميزات ومن القدرات الإنتاجية الكبيرة، وخاصة فيما يخص يعني المحاصيل الكبرى بالنسبة للحبوب بصفة عامة والبقوليات بصفة خاصة. الحبوب راهي سنويا تتراوح بين يعني أكثر من 100000 هكتار بمنتوج، كما السنة الماضية الموسم الفلاحي 18-19 فات 3 ملايين قنطار، وتم جمع اكثر من مليونين قنطار، هذه ما تم جمعه. بالنسبه للبقوليات الجافه بالخصوص الحمص والعدس اللي يعني الولايه راهي يعني تعرفهم منذ القدم، يعني منذ الثمانينات وهي يعني موجوده، ولكن المساحه تقلصت والحمد لله خلال السنوات الاخيره هذه من ابتداء من 2006 2007 بدات هذه الزراعه ترجع يعني لو بلون دو برودكسيون، يعني المخطط الانتاجي نتاع الولايه. العام الموسم الفلاحي نعطيو مثال، يعني بالنسبه للموسم الفلاحي المساحه نتاع العدس تعدات 2000 هكتار، المساحه تاع الحمص حوالي 2600 بانتاج، يعني فات 31000 قنطار من العدس، وقريب وحوالي 24000 من الحمص. والجمع يتم على مستوى جمع المنتوج نتاع الحمص، والحمص يتم جمعه على مستوى تعاونية الحبوب البقول الجافه للولايه. بالنسبه للعدس يتم عن طريق التعاونيه، وكاين متعامل اقتصادي يعني ان اوبيراتور ايكونوميك متواجد في ولايه قسنطينه ياخذ المنتوج نتاع العدس من ولايه قسنطينه اضافه لمنتوج ولايه الواحد تاع ولايه قسنطين. هذه بصفه يعني بصفه عامه على الواحد. بالنسبه للمنتوجات الاخرى الولايتين تزخر في شمالها
بمنتوج نتاع تاع الزيتون، لانها المناطق الشماليه معظمها مناطق جبليه محاذيه لولايه سكيكدا وجيجل والولايه سطيف من ناحيه الشمال، ولايه اللي عندها اكثر من 12000 هكتار نتاع 12000 هكتار، يعني 12000 هكتار تاع انتاج الزيت الزيتون. بالنسبه لتربيه الدواجن، ولايه معروفه ثاني وخاصه في منطقه الشمال، منطقتها الشمال الجنوبيه رائده ثاني في انتاج اللحوم والبيض. بالنسبه لانتاج الحليب ثاني سنوات يعني عندها يعني القدرات الانتاجيه نتاع الابقار اكثر من 100 ألف رأس من البقر. لا كوليكت الجمع الحليب بفوق 40 ألف يعني لتر، 40 مليون لتر يعني سنويا نتاع جمع الحليب على مستوى الوحدات نتاع التحويل، على مستوى ميلا وحدتين او ثلث وحدات، وبالنسبه لولايات اخرى، لان الحليب نتاع المنتوج على مستوى ولايه محول ايضا على مستوى ولايه قسنطينه ولايه سطيف. هذه بصفه عامه يعني نعطيتكم نبذه يعني على الفلاحه في ولايه، ولكن لافيليار يعني الشعبه الرئيسيه في ميلا هي الحبوب، يعني هي الشعبه اللي نالت اللي عندها الرياضه في الاخر ونتمنوا ان الشعب الاخرين مع توفر الماء وانطلاق ودخول في الخدمه يعني المحيط السقي لمنطقه التلاغمه، ان شاء الله راه يكون فيه ديفيرسيفيكاسيون يعني تنويع في المنتوجات، وخاصه المنتوجات المسقيه، منها حتى ممكن رايحين نروحوا حتى للطماطم الصناعيه، الاعلاف المسقيه، يعني على حسب القدرات المتوفره، علما ان الولايه الحمد لله راهي عندها يعني ان غرون باراج، هو البراج سد بني هارون المعروف يعني على مستوى الوطن.